تشارلز بمر لكليفلاند، كليفلاند بياخد التسديد الثلاثي. لا 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 لا، ما معقوله ما معقوله، بلا تمريره وكيف استلم كليفلاند ملفن وقدر فض حاله وسجل نقطه ال 14، ثاني ثلاثيه ناجحه لكليفلاند ملفن بالمباراه. النتيجه عم تكون 51 51 مع نهايه الكوارتر الثاني بهالمباراه الرائعه جدا بالفعل، مباراه حلوه كثير عم نعيشها مشاهدينا نحن وياكم. هيدي سله كليفلاند ملفن مع